مساء الخير على كل مشاهدينا وكل اللي بيتابع مهارات عظيمة في كل مكان من خلال شاشة قناة الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان، واسمحوا لنا النهاردة هنبقى عندنا مهارات جديدة ولكن بسيطة وجميلة محببة جدا لكتير مننا كبار وصغيرين. هنعمل منهم وصفات أتمنى تنول إعجاب حضراتكم، تنفع كده في الفطار وتنفع كمان في العشاء. خلينا نبدأ بأول وصفة لطيفة. هنفترض عندي بواقي عيش مش عايزاها، هنستخدمها. أنا عندي توست، كان باقي توست بني، ممكن يبقى عندي عيش فينو، ممكن يبقى عندي العيش النشف مثلا بجيب الرغيف الباجيت بقطعه، عندي أي بواقي عيش موجودة أستغلها في الوصفة دي، هطلع منها كده شكل جميل تنفع للفطار أو للعشاء، بس يعني هاخد شوية حاجات كده باقية عندي في التلاجة، تعالوا نشوف هي إيه. عندي طاسة البيض بالعيش الفينو أو ببواقي العيش الفينو. عندي عيش فينو شرايح او توست او اي نوع حضراتكم تفضلوه. عندي 5 بيضات، عندي كوبايه من الجبنه الكريمي اللي موجوده عندي في البيت او نص كوبايه على حسب الكميه اللي هتعملوها لشخص او لعدد اشخاص. عندي زيتون اخضر او اسود، عندي 2 معلقة من زيت الزيتون، عندي اي حاجه بقى في الثلاجه، بواقي باسترما تركي لانشن جبنه تشيدر هحتاج شويه، عندي طبعا زبده وبابريكا ملح وفلفل، ممكن اضيف زعتر، انا هضيف هنا ريحان يدي طعم حلو، ريحان مجفف جميل. طيب بصوا الوصفة بسيطة وسهلة جدا. أول حاجة هقول كده بسم الله، هاخد بولة بسم الله الرحمن الرحيم وهبدأ أكسر فيها الإيه البيض. طيب خليني كده إيه هنا، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كده، دي اول بيضه. هنجرب بس كده نشوف البيض اخباره ايه. طبعا البيض ده فريش اهو، واضح لانه كمان نسبه السوائل حواليه كويسه وعاليه وجميله، اذا هو البيض ايه فريش. بسم الله بيضه بيضه، بس عشان بيض في الصيف الواحد كمان بيخاف منه قوي، فبنحاول نامن نفسنا بدل ما لا قدر الله احط بيضه في وسط البيض اللي كان سليم الدنيا بتبوظ خالص. بسم الله 5 بيضات، طبعا كمية البيض دي اختياري، ممكن يبقوا 3 ممكن يبقوا 2 على حسب راحتكم، يعني نقلل نكتر زي ما انتوا عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم اهو هنحط كده الايه البيض، وبعدين هضيف على البيض ده الجبنة الكريمي. بسم الله الاول هاخد رشة من الريحان بسيطة. بصوا بقى الجبنه الكريمي دي ليها فوائد كتير وان شاء الله هنعملها قبل المدارس، هي غنيه بالدهون مفيده جدا وفيها الكارب قليل كربوهيدرات، يعني فيها نسبه بروتين عاليه، احنا هنعملها من اللبن، وفيها كمان الفيتامين بي 2 وده بيدعم صحه الاعصاب بشكل كويس، وفيها كالسيوم طبعا بيقوي العظام وده شيء معروف. بصوا كده انا حطيت رشه من الريحان، حطيت رشه من الملح، ورشه كده لازم ايه من الفلفل عشان البيض. تعالوا بقى كده نعمل كده نقلب الخليط ده كويس قوي، لما نخلطهم في بعض يبقوا ايه خليط كريمي كده. ممكن يبقى فيه بديل ليه، ممكن شويه لبن، ممكن 2 معلقة من الجبنه الكريمي مع شويه لبن، لو عندكم كريمه بس تنفع برضو، بس الجبنه الكريمي هتدي طعم حلو قوي، هي وصفه جميله بصراحه. بصوا انا بقى ايه خلطت ده كده، خليني اخد واحدة كده، امسك الطاسة هاخد معلقة زبدة، معلقة زبدة انا مش عايزة اسيحها على النار، انا عايزة ايه احطها هنا كده على طاسة تكون مش بتلزق حلوة عشان اعرف افك منها الحاجة دي لما احطها اهي كده، هنا قطعة زبدة كده مكعب، وهجيب طبعا ليها غطاء او اي حاجه اغطي بيها الايه البان دي. هبدا ارص بقى بواقي العيش اللي عندي ايا كان، عيش ناشف عيش بايت عيش اي حاجه مش مهم، هي الفكره ان احنا نستفيد منه في وصفه ايه سهله لطيفه، يعني مش معنى ان العيش مش طازه مش هنقول لا يعني. بسم الله
هدعمهم كده، وهاخد هنا كمان قطع للعيش تاني. هي الميزه بقى ان الوصفه دي تطلع تتقطع وتتاكل على طول زي ما هي، فيها ايه كل حاجه، فيها العيش وفيها البيض وفيها الجبن وفيها كله. خلاص اهي، تعالوا بقى اصب عليها، ناخد السباتشولا دي، بسم الله. الخليط ده اللي عملناه فيه ريحان، في البيض، في الجبنه الكريمي، رشه الملح والفلفل على النار، وخليني اهدي النار وهبدا اعمل كده، بسم الله. وايه اخرم واحده بس كده عشان تطلع البخار. خلاص نغطيها بس شويه والبيض يبدا ايه يستوي معانا اهو. حلو قوي كده. خلاص هنا بقى هبدا اقطع مع حضراتكم شويه من اي مكونات عندي بقى، عندي شويه جبنه، شويه بسطرمه، اي حاجه من الحاجات اللي حضراتكم تحبوا ان انتوا ايه. خلي بقى الشيدر والزيتون ده كل ده هنحتاجه تاني، مش هتخلص منه. بس البس الاول الجلافز التانيه، بصوا كده، بسم الله. وصفه ظريفه جدا. ده شويه روز بيف، وعندي هنا ايه، مش هحط كتير من الشيدر، ممكن اخد قطعه او اتنين. خلاص، ونقدر بعد كده اللي يتبقى نحطه في الفريزر لاي وصفات سريعه زي دي. خلاص هلف كده، هعملهم كده، خلاص ده التشيدر، وهاخد برضو شويه روز بيف. ماشي تمام، انا شفتها حبيبتي كده، حلوين كده. خلينا ناخد من الزيتون ده شويه، يعني ايه هنخليهم على الوش، وشويه نفرفتهم في النص كده، يدوا تيست حلو. ده عايزه اقول لكم الفرق بين الاسود بقى والاخضر، الزيتون ده الزيتون الاخضر فيه نسبه صوديوم اكتر شويه ودهون اقل واحماض كمان اقل. الاخضر يعني بيعالج السرطان، والاسود بيساعد على زياده نشاط القلب والاوعيه الدمويه. سبحان الله، الاثنين فيهم نسبه بوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد وكبريت ونحاس مشتركين فيها، بيقوي كمان جذور الشعر، عشان كده زيت الزيتون ده مهم جدا وبيقاوم للشيخوخه. انت كمان زيت الزيتون للوش، البشره بيتعمل بيه ماسكات، عايزه اقول لكم كمان هو محارب للحاجات اللي بتبقى طفح الجلدي، الحاجات اللي بتبقى عامله حساسيه، تغيير الالوان، الحاجات دي تبقى جميله. بس طريقه تسخين زيت الزيتون لازم يبقى على حمام ميه دافيه، يعني بنصب بوله فيها ميه دافيه ونحط بوله زيت الزيتون فيها، بس مش بيتسخن على النار خالص عشان يبقى صحي. انا وطيت تقريبا قوي، خليني ازود شويه. خدت بقى المكونات دي، ممكن واحنا كده ايه شغالين هنا قبل ما اغطي احط شويه يطلعوا في البيض نفسه اول ما يتماسك. الريحان ده هيدي تيست حلو قوي، ممكن كمان بديل ليه الزعتر. بصوا بدأ البيض، بصوا يتماسك، بصوا جميل.
نسبة كده من الزيتونات اللي احنا فرمناهم. كمية حلوة بقى من الشيدر، وهناخد كمية كمان من الموتزاريلا حلوة عشان ايه. ممكن بقى بصوا كم طماطمية شاري في النص كده، تبقى روعة. شايفين؟ هاخد من الموتزاريلا. عايزه اقول لكم بقى هتبقى وصفه رائعه، ما يهمكوش، الولاد هيتبسطوا بيها قوي. هتدي كمان تيست حلو للعيش اللي احنا شفناه البايت ده، مش هي ايه، مش هيبقى بقى الطعم اللي احنا كنا لو هناكله في العادي جنب اي وصفه هنغمسها، مش هيبقى حلو كده اهو هنا. وهغطي برضو عشان الموتزاريلا دي تسيح. بصوا وصفه جميله جدا جدا اهو، الناحيه دي كمان روعه بصراحه. شايفين ازاي؟ بس كده، يلا بينا. حته فاضيه في النص، حاضر حاضر حاضر. هحط بقى رشه كمان جميله من بقى الايه، الريحان كده خفيفه، وبقيت بقى الزيتونات اللي ايه تطلع في نص، تسيح في نص الموزاريلا دي. حلو كده. تعالوا بقى نقفل عليها 5 دقايق وايه، ونجهز نفسنا للوصفه اللي بعد كده. بصوا حط كده رشه بابريكا بس تطلع كده، يا نهار ابيض. بصوا بقى دي تدخل الصبح، تطلع تتقطع على الكاتنج بورد، كل واحد ياخد قطعه كده تتبسطوا بيها جدا. دي بابريكا، انا مش بحط غير بابريكا اهو. ونقفل بقى وتعالوا يلا بينا. نستسمح حضراتكم عقبال بقى ما تاخد وقتها وتسيح الموتزاريلا. هن ايه، هنطلع لاستراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع بعض باقي وصفاتنا ان شاء الله في وصفه جايه حلوه قوي، مخبوزات كده للناس اللي بتحب العيش اللي ليه نكهه وليه في طعم كده. ممكن كمان نخبز شويه عيش حلوين. تعالوا كده بعد الاستراحه نرجع نستكمل وصفاتنا، في انتظار حضراتكم.